مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء عبر قناه ياسر الرياضيه، حيثما تتابعون هذه الانطلاقات، انطلاقه موفقه وسليمه باذن الله تعالى. ينطلق بحفظ من الله ورعايه شوطنا السادس للابكار لسن الحجايج 2 كيلو متر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره الى المقدمه والصداره الى عوايد، هي من تحتل على الصدارة، فلاح بن محماس بن علي بن مصلح الإحبابي من يقدم لنا عوايد مع مقدمة الشوط. الغزيل راشد بن علي بن راشد النيادي يتقدم مباشرة مع المركز الثاني ويقدم لنا الغزيل. ثالث المراكز الوصول والقدوم من ملايين محمد بن حميد بن محمد اليحافي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث، وغيرت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. رابع المراكز اللي في المركز الرابع القدوم والوصول، مشاهدينا الكرام هناك من شواهين محمد بن ناصر بن خويران البريك من يقدم لنا شواهين. القدوم الوصول من دمعه راشد بن علي بن سعيد بن راشد الينيبي، هكذا الاسماء تتقدم. وصول من حاضرين سالم بن محمد بن حمد القمري من يقدم هذا الاسم، هكذا النتيجه. ولكن لنعوده الى المقدمه الى عوايد راعية العوايد في مقدمه الشوط ومع المركز الاول. يا سلام، هي مع الصداره والبدايه تعود الملكية لفلاح بن محماس بن علي بن مصلح الأحبابي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، ملايين مع المركز الثاني. تعود الملكية محمد بن حميد بن محمد اليحافي، ولكن من اللي وصلت الطيارة للسيد محمد بن حمد بن علي بن دوحة المري يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني. بن دوحة قادم يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ملايين لمحمد بن حميد اليحافي. المركز الرابع القادمة مشاهدينا الكرام هناك مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغير يوصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا النتيجة. لنعوده إلى المقدمة، لنعوده إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. مقدمة الشوط الطيارة، الطيارة مع البداية، الطيارة مع الصدارة. متى نقول بتطير الطيارة؟ وبالفعل أقلعت الطيارة مع الأمتار الأخيرة بدون أي توامر، صدرت الأوامر. انطلق مشاهدينا الكرام بن دوحة المري، يا سلام، يبي يصب عليهم بالخير، يبي يصب عليهم بالخير. هنا هناكم مشاهدينا الكرام من يتابعها غصن بن سعيد المسلمي يتابع هذا الشعار. غادرت مشاهدينا الكرام الطيارة محمد بن حمد بن علي بن دوحة المري. تهانينا والناموس وسلام غصن بن سعيد المسلمي من يرافقها في عملية التدريب والعناية لهذا الشعار. سلام بن دوحة سلام، وسلام غصن الوهيبي سلام. المركز الثاني عوايد فلاح بن محماس بن علي بن مصلح الأحبابي. المركز الثالث ثالث المراكز اللي هي مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغيري، ومن وصل مع المركز الثالث المغيري مشاهدين الكرام من قدم لنا هذا الاسم اللي هي مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغيري. المركز الرابع من أتت ميلان عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. خامس المراكز الغزيل مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول الطيارة إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس ومهدي هذا الفوز والانتصار بالدوحة من قدمها لنا المري. بمتابعتك يا غصن المسلمي، قاطع المسافة زمن وقدره دقيقتين. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني دقيقتين 52 ثانية ثلاثا من الأجزاء. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام اللي هي الطيارة لمحمد بن حمد بن علي بن دوحة المري. تهانينا والناموس دقيقتين 53 ثانية خمسة من الأجزاء من حلت مع المركز الثاني عوايد فلاح بن محماس بن علي بن مصلح الأحبابي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث اللي هي مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغيري دقيقتين 55 ثانية أربعة من الأجزاء. تهانينا والناموس مع المركز الثالث على هذا الإبداع والأداء. المركز الرابع ميلان عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري قطعت المسافة دقيقتين 57 ثانية جز واحد من الثانية. خامس المراكز
نشوف اللي في المركز الخامس اللي هي الغزية المساعد من عمر بن عبد العزيز التركي، قطعت المسافة زمن وقدره 2:57 تسعا من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.